بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم متتبعي قناة شوف تي في وبقيت طبعا الحال 4 دقائق على انطلاقة العد العكسي للانتخابات طبعا الحال اللي غادي تكون او اللي كتشهدها المملكة المغربية، اللي كتشهدها ايضا مجموعة من مدن المملكة المغربية. هذه مدة وهذه ايام طبعا الحال، وانتم كتشوفوا في الازقة ديالكم وكتشوفوا بطبيعة الحال ايضا في الشوارع ديالكم، شوارع المملكة المغربية من الجنوب الى الشرق، الريف، الشمال، الوسط الى غير ذلك، ومجموع من الجماعات بطبيعة الحال ديال الاقاليم ديال المملكة المغربية. كتشوفوا حملات، كتشوفوا الغوات، كتشوفوا شعارات، كتشوفوا مجموعة من الاشياء، وهذا بطبيعة الحال يعني عادي في جميع الانتخابات طبعا الحال اللي شهدتها المملكة المغربية، إلا وبطبيعة الحال كيكونوا هذه الحملات الانتخابية إلى غير ذلك. مثلا هنا في أوروبا كتكون حملة بطبيعة الحال هادئة، كتكون حملة في الإنترنت، كتكون حملة إلى غير ذلك، لكن في المغرب طبيعة الحال نظر أن ماشي الناس كاملين عندهم الإنترنت، ماشي الناس كاملين غيدخلوا الهاتف وغيشوفوا البرنامج تاع الأحزاب، فالأحزاب في المملكة المغربية كتقرب من المواطن أكثر وكتدق الابواب ديالهم الى غير ذلك. اللي قنعوه بطبيعه الحال كيمشي معاهم، اللي ما قنعوش بطبيعه الحال كي ما يمشيش مع ذاك المرشح اللي جا عنده. بطبيعه الحال مغاربه العالم اللي كاينين في اسبانيا وفي بلجيك وفي المانيا وفرنسا وفي هولندا كيتابعوا الوضع، كيتابعوا بطبيعه الحال وكيهمهم، لانه الجاليه المغربيه مجموعه من المشاكل اللي كتخبط فيها طبيعه الحال. ولعل المشاكل الكبيرة مؤخرا في هذه الجائحة نتاع كورونا، الجالية المغربية عانت شوية، ولولا التدخلات يعني ديال جلالة الملك محمد السادس نصره الله وبعض الوزارات اللي مشكورة لما دخلت الجالية إلى أرض الوطن. لكن الحمد لله جلالة الملك كان يعني واضحا في هذه الأمور هذه، وعطى الرعاية طبعا الحال الإذن بالدخول، وحتى اكثر من ذلك خفض ثمن التذكره الى غير ذلك. والحمد لله كل شيء دو الصيف ما كاين لا اغلاق لا حتى شي حاجه، وهذا الشيء اللي قلنا لكم كقناه شوف تي في، يعني في اسبانيا قلنا لكم انه ما كاين لا اغلاق ما كاين حتى شي حاجه، والحمد لله الامور دازت بواحد الشكل اللي هو عادي. فالاخوان ديالنا هذه الجاليه المغربيه كيفاش كتشوفوا انتم؟ هذا السؤال كنطرحه عليكم انتم، كيفاش كتشوفوا الوضع السياسي في المغرب؟ واش متفقين مع البرامج ديال الاحزاب السياسيه ولا ما متفقينش معاهم؟ فبغينا نعرفوا الاراء ديالكم. كذلك انتم خوتنا المغاربه بغيناكم طبعا الحال تعطيونا الاراء ديالكم، وغادي نقرا جميع التعاليق ديالكم. واش طبعا الحال طلعتوا على برامج الاحزاب اللي مشاركه في الانتخابات؟ واش كذلك انتم كجاليه مغربيه يعني شفتوا البرامج تاع هاد الاحزاب هادو، وصيتوا العائلات ديالكم؟ لانه كل مغربي هنايا عنده في البلاد واحد 5 ولا 6 ديال الاسر اللي او العائله كبيره طبعا الحال اللي يقدر انه يطر فيهم يقول لهم صوتوا على هذا او ما تصوتوش على هذا. فانتم كمغاربه العالم واش غادي بطبيعه الحال يعني متبعين هذا الوضع ديال الانتخابات في المملكه المغربيه ولا لا؟ عاد ندوزوا للحملات الانتخابيه وندوزوا كيفاش دازت الايام الى غير ذلك. فبطبيعه الحال غادي نحاولوا اننا نمشيو دقه دقه في هذا اللايف المباشر، بما اننا سهرانين شويه معكم ندوزو معكم واحد الساعه هنايا، وغادي نقراو مجموعه من التعاليق نقراو مجموعه من التعاليق طبعا الحال. التعاليق اللي غادي نقراو الاخوان ما غاديش نديرو اشهار لشي حزب ولا شي حاجه، فبطبيعة الحال غادي نقراو التعاليق اللي تكون محايده وتكون بطبيعة الحال تكون بطبيعة الحال في المستوى. فبطبيعة الحال كاين اللي غيصوتوا وكاين اللي اصلا ديما ما كيصوتوش، وكاين اللي هذا العام غادي يصوت وكاين هذا العام اللي ما غاديش يصوت. فبطبيعة الحال كتبقى حريه نتاع كل واحد، ولكن غير ما نمنعوش الناس ما تصوتش، يعني ما نقولوش ما تخرجوش ما تصوتوش الى غير ذلك بطبيعة الحال، لانه كاين قانون منظم تحت هذا الشيء هذا. فلكل مواطن الحريه في انه يصوت او
يوضعها، يوضع الورقه خاويه الى غير ذلك. بدك تشتي بطبيعه الحال كيرجع للقناعه ديالو الى غير ذلك. فبطبيعه الحال الاخ محمد اللي قال لك بطبيعه الحال الجاليه ما واش ما من حقاش تصوت الى شي حاجه. فالجاليه بطبيعه الحال هناك طرق، مجموعه من الطرق ديال التصويت، فغير هي شويه صعيبه، خصك تمشي للقنصليه، القنصليه ديالك ولا شي حاجه، وفيها بزاف ديال الطلع والهبيط. فمجموعه من الناس اللي داروا وكالات، شفت انا مجموعه من الناس في مواقع التواصل الاجتماعي اللي كاينين في اوروبا هنا، داروا وكالات للعائله ديالهم باش يصوتوا، ما عرفتش كيفاش يتعاملوا مع مكاتب التصويت. وعليكم السلام. الاخ غادي نبداو بالتعاليق ديال، غادي نبداو الاخوان بالتعاليق بطبيعه الحال. طبعا الحال الحبيب براح قال لك خلاو لينا الزبال في الطريق في المغرب. طبعا الحال شفتوا الاخوان انه مجموعه من الحملات الانتخابيه اللي كانت شويه مبالغ فيها. فكما كيقول لكم الحبيب البراج ولا براح، ما عرفتش، براح، حبيب براح قال لك خلاو لنا الازبال في الطريق الى غير ذلك. طبعا الحال كنتمناو هاد الاحزاب هادو انهم يعني يحافظوا على الاحياء، لانه شفنا بعض الصور اللي ما عجبتناش بزاف، فكنتمنى طبعا الحال خير اني في اسبانيا كنت في المغرب. طبعا الحال غزلان قالت لك انا في اسبانيا كنت في المغرب ما غاديش نصوت على حد. طبعا الحال بغينا نعرفوا علاش اختي غزلان ما غاديش تصوتي، واش الحومه ديالك طبعا الحال موقع فيها حتى شي تغيير، واش الاحزاب اللي صوتوا عليهم من قبل ما داروا لكم حتى شي حاجه. فهذا الشيء اللي بغينا نعرفوا، علاش بنادم ما كيصوتش. فهذا هو السؤال ديالك اختي. فبزاف الناس اللي كيقول لك ما غاديش نصوت، فالخاسر الاكبر راه ماشي هو داك الاحزاب اللي زعما ما غاديش يمشوا لها الناس ولا شي حاجه، فالخاسر الاكبر هو نتايا. هذاك الحزب راه عنده داك واحد القاعده ديالو كتصوت عليه، عنده واحد ولا 10000 ولا 15000 ديالو هذوك كيمشيو كيصوتوا عليه، يعني غادي يرجع تما. اما الا صوتي انت على شي حزب اخر اللي قنعك بالبرنامج ديالو ودار معاكم ويعطاكم موعود الى غير ذلك، فبطبيعه الحال غادي يكون تغيير. اما الا ما صوتيش فبطبيعه الحال ما عرفناش يعني شنو هو هذا الدور ديال المقاطعه نتاع الانتخابات، شنو زعما غادي شنو غايدير. طبعا الحال كل عام كل 5 سنين الناس كتقاطع ما كتبغيش تمشي مثلا تصوت، شنو غايتغير مثلا؟ وصافي مثلا غادي نشوفوا الناس ما مشاش 50% ما مشاش يصوتوا 50%، صافي غادي نديروا الراي نتاع هذوك الناس اللي ما مشاش يصوتوا، غادي نقولوا اشنو هو قالش ما بغاش يصوتوا. فبطبيعه الحال المعادله باينه، الناس كل حزب مثلا، طبيعه الحال ما غاديش نذكر الاسماء الاحزاب، عندهم ناس ديالهم، عندهم الموالين ديالهم، عندهم المنخرطين ديالهم، المساله عاديه هذه كل واحد وشنو الاخر. فبطبيعه الحال غادي يرجع، تما عاوتاني، والعام الجاي 5 سنين غادي تقول ما غاديش نصوت عاوتاني، وغادي يرجع نفس الشيء هو، وغادي تشوف بعض الوجوه اللي مدة هادو حنا كنشوفوهم ومازال كنشوفوهم. طبيعه الحال يعني هذا التفكير ديال المقاطعه ماشي حل بالنسبه كرأي شخصي انا كاعلامي، بطبيعه الحال كنشوفو ماشي حل. فإلا قطعتي بطبيعه الحال، فانت هو الخاسر الاكبر. يعني انتوما اللي كتقاطعوا لكم تختاروا واحد الحزب مثلا ويوفي معاكم ويمشي معاكم في الوعود ديالو على المستوى الجماعات. حنا عرفنا بالله الانتخابات البرلمانيه بطبيعه الحال فيها طرف فقط في البرنامج، كيبقى داكشي تاع الوزاره الى غير ذلك. لكن كنهضر على مستوى الجماعات مثلا، داك المرشح اللي غادي يكون عندكم في الحومه مثلا يعطيكم وعود. شفنا مجموعه من المرشحين عطاو الناس وعود في الاحياء ديالهم، والحمد لله الاحياء ديالهم اصبحت يعني نموذجيه، اصبحت يعني رائعه. شفنا النموذج تاع الرشيديه، شفنا النموذج تاع في الناظور، شفنا النموذج ديال مجموعه من الجماعات. فكتجيب داك المرشح كتقول له انت غادي، حنا معاك. حنا مثلا حنا 50 60 واحد في هذا الحي هذا، ما كناش كنصوتوا، كنا كنقاطعوا، ولكن باش غادي توعدنا، عندنا هاد الاحياء، عندنا الاناره، عندنا هادشي. فالمواطن البسيط الاخوان، انا كنهضر على مستوى الجماعات ما كنهضرش على مستوى الانتخابات البرلمانيه. فالمواطن حاليا المشاكل اللي عنده الاغلب في الحي ديالو هي الـ 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 الامور ديال الاناره، الامور ديال التزفيت، الامور ديال شبكه الواد الحار، الامور ديال تزيين الاحياء الى غير ذلك. فهذا هو الدور للجماعه، فما تستناش رئيس الجماعه انه غيلقى لك الشغل ولا شي حاجه. حقا هما يرحبون بالمستثمرين،
يرحبون ويعطوهم اراضي ويشجعوهم الى غير ذلك. اما ما تستناش رئيس البلديه غادي يوفر لك الشغل. مجموعه من الناس اللي كنشوف للاسف فئه مثقفه، فئه مثقفه بل حاملين للماستر والاجازه في مختلف الشعب، يعني كيقول لك في التعاليق كنبقى كنشوف كنقول هاد الناس واش بعقلهم ولا ماشي بعقلهم، واش هو اللي مول الحساب ولا شي واحد يكتب له. فكتلقى تيقول لك انا رئيس الجامعه واش غادي توعدنا اتوفر لنا الشغل. فبالله عليك ديك المنتخب اللي غيطلع من الحومه ديالك واش لقى الشغل راسو غادي يمشي يوفر لك الشغل انت؟ بطبيعه الحال الشغل عنده مسطره كدوز بها الكونكور، عنده المسائل ديالهم في البلديه عادي يلاه كتدخل دوك الناس ديال الانعاش، دوك الناس اللي كيجمعوا بطبيعه الحال النفايات الى غير ذلك كيدخلوا بواحد الصالير بواحد المده الى غير ذلك. فبطبيعه الحال الناس تيقول لك لا خصي يوظفني خصي يدير لي كذا. فبطبيعه الحال ما بقاش توظيفات، توظيفات بطريقه غير مباشره ما بقاتش حسب القرارات نتاع الوزاره المختصه. فكاين وضع، كاين كونكور، كاين مجموعه من الاشياء. اما الناس اللي كتقول لك لا انا ما صوتت عليه ولكن ما دبرليش خدمه ما، فبطبيعه الحال هذا ماشي الدور ديال المجلس البلدي. حقا كاين واحد البند في القانون التنظيمي المتعلق بالجامعات يقول لك انه خصي يوفروا يديروا الشغل الى غير ذلك، ولكن الشغل ما مرتبطش بالوظيفه ولا شي حاجه. فقط الشغل يعني كاين مجموعه من الاشياء اللي كتحتاج العمال الموسميين، في مثلا في الدخول الصيفي مثلا اللي كتكون داك الربيع وداك الشيء في الشتواء الى غير ذلك، كيدخلوا الناس بشكل مؤقت كونترا تاع 6 شهور 4 شهور 5 شهور الى غير ذلك، فغير باش ما نمشيوش. اما بالنسبه للتوظيف ولا شي حاجه فبطبيعه الحال رئيس الجامعه الا قال لك غادي نوظفك ولا شي حاجه فاما كيكذب عليك او اما باغي يستغلك في هذه الفتره ديال الانتخابات الى غير ذلك باش انه يدوز المصالح ديالو. فهذه النقطه وضحناها الاخوان بالنسبه للناس اللي ما عارفينش، وربما حنا كاملين كنتعلموا وكاملين كنقراو وكاملين كنستافدوا. ف الفكره نتاع التوظيف، الفكره نتاع التوظيف هي فكره بطبيعه الحال لا علاقه لها بالمجالس الجماعيه والبلديه. فربما هناك منح للرخص لدوك الناس اللي عندهم لي كيوسك وداك الشيء، كتوفر له كتساعده في الرخصه، كتساعده في المسائل، كذلك مجموعه من الاشياء. فاما الوظيفه الى غير ذلك فليس من دور الاخر فقط. او البرنامالي مثلا، البرنامالي ديالكم مثلا، البرنامالي ديالكم اللي كاين بطبيعه الحال في الحومه ديالكم او في المدينه ديالكم اللي كيقول لك انا غادي نخدمك الى غير ذلك فبطبيعه الحال فمجرد هضره. فالدور ديال البرنامالي في هو الترافع عن الهموم الساكنه مثلا. كتقول مثلا ان مدينه وجده او مدينه الناظور او مدينه يعني بركان او مدينه طنجه او تطوان تعاني من الشباب ديالها كيعانيو من البطاله مثلا، فخص نفكروا يا سيد الوزير انه باش نلقاو لهم وظائف الى غير ذلك. فالوزاره الوصيه كتجيب مستثمرين كتقول لهم راه عندنا الاراضي في هذه المنطقه هذه ديال الناظور ولا ديال الاخر ومحتاجين تما وعندنا كذا المسائل وخصنا واحد الشركه اللي غادي توظف لنا واحد 1000 ولا 500 ولا 600. هذو هما الحلول. اما باش تقول البرنامج اللي غيطلع البرنامج وغادي يلقى لك الخدمه في عام ولا شي حاجه، فما نبقاش نكذبوا على راسنا الاخوان. وفقط الدور ديال البرنامج هو الترافع عن هموم الساكنه، يوصل رساله عبر سؤال كتابي او سؤال شفهي كيتعطى للوزاره المسؤوله. وكيبقى بطبيعه الحال الدور ديال الوزاره هي تنفيذ القرارات حسب الميزانيه وبالتشاور مع رئيس الحكومه والى غير ذلك. فكنتمنى ونتمنى ان شاء الله الاخوان الامور الناس يعرفوا هذه الامور هذه، يعرفوا هذه الامور، يعرفوا فين كنحط رجليهم، يعرفوا على من كيصوتوا، ويعرفوا انه الامور بطبيعه الحال غادي تمشي مزيان الى صوتنا على الناس المزيانه، وغادي تمشي بشكل سيء الى صوتنا على الناس السيئه. هذه هي بطبيعه الحال المعادله البسيطه العاديه جدا. صوتنا على ناس مزيانين غادي هذيك 5 سنين غنشوفوا تغيير في الحي ديالنا، نشوفوا مجموعه من الاشياء. صوتنا على ناس ماشي مزيانين غادي نشوفوا العكس. وبطبيعه الحال اخي محمد نبقاو على باره مجموعه ومركز التصويت ونحافظوا على الركود الاول وصعد. بطبيعه الحال خويا الشامل الاصل بالنسبه للاخوان نحاولوا ان الناس اللي كتمشي لاخر دير الكمامات ديالها الى غير ذلك، لانه الفيروس مازال متواصل ومازال كاين معنا في هاد الفتره ديال الانتخابات. فريد يحيى قال لك نفس السيناريو يا اخي، الوعود الكاذبه لا شيء يذكر، لا طرقات لا بنيه تحتيه لا معامل لا والو لفك العزله عن العالم القروي. لا 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 طبعا الحال فريد يحيى انا ابن مدينه الناظور، وطبعا الحال انا لا انتمي لاي حزب طبعا الحال، لكن شفنا الجهه الشرقيه الجهه يعني المجلس تاع الجهه الشرقيه يعني تبارك الله اقتنى واحد الاربعه تاع كما كنقولوا دوك النيبلوز ودوك لي تراكس وداك الشيء،
وفي كل عزلة على مجموعة من الدواوير في مدينة الناظور وفي بركان والنواحي نتاع تاوريرت، والحمد لله هادشي كانت كيتكرر كل شهر. فهذا هو الدور ديال المجلس ديال الجام المجلس ديال المجلس ديال الجهة الشرقية كذلك، والمجالس الأخرى ديال حتى هي خص دير هذا النموذج أو تقتني هذه المسائل هادو. كذلك حتى الجماعات، انتم هاد المرشحين اللي غتصوتوا عليهم ولا غير ذلك، ديروا معاهم هذا الشرط هذا، خاصة الناس الساكنين. حنا عارفين بأن قناة شوف تيفي عندها مجموعة من المتابعين من العالم القروي، وتحية للناس ديال العالم القروي وطبعة الحال، اللي واحد الكمية كبيرة وكتأثر في هذه الانتخابات، يعني عندها واحد التأثير كبير 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 جدا. وخاصة أنه أنتم كتشوفوا يعني الحافلات والسيارات ديال الأحزاب كتمشي لهاد المناطق هادو، وهذا إن دل فإنما يدل على القوة ديال هاد الناس ديال العالم القروي الإخوان، لأنهم كيعطيو بطبيعة الحال واحد النسبة كبيرة ديال الأرقام في هاد الانتخابات هادو. فبطبيعة الحال المرشح اللي غادي يجي عندكم، حاولوا أنكم تجلسوا مع الإخوان. الحملة دازت للأسف الشديد، فبطبيعة الحال كاين بزاف الناس اللي جلسوا مع المرشحين وداروا معاهم واحد الميثاق، واحد الوعد. بطبيعة الحال ميثاق غير مكتوب، وإنما ميثاق كيكون شفهي وكيعطي واحد الوعود أنه هاد 5 سنين ان شاء الله الى دخلت للمجلس الجماعي او البلد بطبيعه الحال، فغادي هاد الطريق غادي تصلح، هاد السنينات اللي ما كاينينش غادي يكونوا الى غير ذلك. بطبيعه الحال الناس ديال العالم القروي، فنحن نعرف جيدا انهم المطالب ديالهم بسيطه، هي فك العزله، الاناره، تعبئه الطرق الى غير ذلك. النواحي نتاع تاوريرت، وانا ابن المدينه ابن الجهه الشرقيه الريف بطبيعه الحال، لا في النواحي ديال الحسيمه الريف لا في الجهه ديال التاوريت والنواحي، يعني للاسف الشديد مازال كتشد شي طاكسي كتقول مثلا بغيت نمشي لهاد الدوار، كيقول لك لا ما خويا ما نقدرش ندخل تما الى غير ديك لا بيست الى غير ذلك، او اذا كنت غيديك تما يعني غيديك بواحد الثمن اللي هو دوبلي. مثلا غادي تمشي النواحي ديال الحسيمه غتجي ب 400 درهم من او 500 درهم او 600 درهم، فغادي يقول لك عطيني 1000 درهم راه لا بيست، راه غادي يوقع لي مشكل الروايد الى غير ذلك. فهاد الناس باغيين امور بسيطه، هاد الناس ديال العروبيه، الناس ديال العالم القروي باغيين امور بسيطه جدا. وبطبيعه الحال كنتمنى من المرشحين اللي مشاو عند هاد الناس هادو ما يكذبوش عليهم ويكملوا معاهم الكلام ديالهم. والحمد لله حنا ما كنقولوش جميع المرشحين ما كيخدموش، ولكن كاين بعض الناس، كاين بعض ولاد العائلات تبارك الله اللي الحمد لله شرفوا المغرب بالنسبه للتسيير وبالنسبه للمشاركه ديالهم في هذه الانتخابات، سواء هذه او الاخرى الماضيه. نقراو التعاليق ديالكم الاخوان، هذا موضوع للنقاش الاخوان، اي واحد بغى يدير لنا التعليق ديالو غادي نقراوه بكل امانه، وحاولوا انكم تبارطاجوه معنا. هذا الشيء اللي قلتي كامل ما منوش، المقرر الوحيد لمصلح المواطن هو الملك ومجرد. بطبيعه الحال اخويا مرابح، بطبيعه الحال تشوف الكلام ديالي ما واضح، ولكن انا ابن منطقة الناظور وشفت بعض الجماعات، الناس اللي داروا وعود مع المرشحين ديالهم الحمد لله تم يعني اكمال الوعود ديالهم مع هاد الناس هادو. فما يمكنش تقول لي هادشي ما منوش، لانه كاين مرشحين وكاين رؤساء بلدية اللي شرفاء ونزهاء وخدموا الاحياء ديالهم، ما نقدرش ندرقوا الشبكة بالغربال ونقول لك جميع الاحياء راه تخدموا وجميع المرشحين راهم صابوا الى غير ذلك، فلا يمكن، ما نقدرش نقولها لك، وانما كنقول لك بعض الاحياء، بعض الجماعات في المملكه المغربيه تصاوبوا، والحمد لله الناس اللي صوتت ما مشاش الاصوات ديالهم هباء كما كنقولوا مالا. فالحقيقه هي هذه، فالناس اللي كتخرج تصوت دابا حاليا، كاين الناس اللي ما كتشاركش في الحملات الى غير ذلك، نهار 8 في الشهر غدا غادي يمشي مع الصباح غادي يمشي يصوت، هو عارف على من غادي يصوت وعارف السيد اللي خدم له الحي ديالو الى غير ذلك، اما يجدد فيه الثقه او يمشي يصوت على العكس على المنافس ديالو، لانه هذيك 5 سنوات الماضيه ما دارت شي حاجه. هذه هي العمليه الانتخابيه في كل دوله وفي كل منطقه من العالم. فحتى هنا في اوروبا مثلا كتمشي عنده ما كيوفر لكش داك الشيء، هنا اغلبيه ما كيهضروش على البنيه التحتيه، لحقاش البنيه التحتيه هنا تجاوزوها هاد الناس هادو في اوروبا، ما بقاش كيهضروا على اصلاح الاناره واصلاح الشوارع الى غير ذلك، فالبلديه كتكلف النيت بدون اي حاجه. فهنايا كيمشيو لبعض الامور اللي هي كبيره بزاف، مثلا واش غادي نصوت عليك هذا العام، واش غادي تنقص لي من الضريبه، واش غادي نصوت عليكم هذا العام الحزب ديالكم مثلا حزب اكس حزب فلان،
واش غادي تنقصوا لنا مثلا من التسعيره ديال الكهرباء، التسعيره ديال الماء، واش غادي تخلقوا لنا بعض الاشياء اللي هي ربما احنا مازال في المغرب ما وصلنا لهاش، لكن هنا يعني بطبيعه الحال التصور ديالهم هو تصور يعني بعيد عن هذه الامور اللي احنا باغينها، اللي هي الطريق واللي هي الضوء واللي هي التزفيت واللي هي الامور. فهنايا بطبيعه الحال كيصوت عليك كيقول لك واش غادي تخفض لنا الضرائب بطبيعه الحال، واش غادي كذا واش غادي كذا، يعني الامور اللي هي كبيره. مثلا في النموذج تاع امريكا كذلك، النموذج امريكا الناس كتمشي الاغلبيه المرشحين ما كيقولوا لهمش غادي نصوب لكم طرقان، نصوب لكم كذا ولا نصوب لكم، فقط كيهضروا على جوج ديال الحوايج، تخفضوا لنا الثمن ديال الكرا العقاري ولا رخيص، تخفضوا لنا الثمن ديال الضرائب، وتخفضوا لنا بعض الامور بطبيعه الحال اللي هي اقتصاديه وعندها علاقه بالشركات الى غير ذلك. فأخي إبراهيم ما بقاش بزاف، ربما الثامنة والنصف أو الثامنة صباحا، يعني غادي تفتح الأبواب ديال التصويت لعموم المواطنين والمواطنات، فما عليكم إلا يعني أنكم تشهدوا، هذه راه شهادة أمام الله، أنكم تشهدوا واحد الشهادة ديال الحق، وتعطيوا الصوت ديالكم وتحضروا الضمير ديالكم في هذه الانتخابات الجماعية وهذه الانتخابات التشريعية. طبعا الحال الانتخابات دايزة في ضربة واحدة ودايزة في يوم واحد، يعني في يوم واحد. فأرجوكم إخواني ضعوا ثقتكم، ثقة ديالكم في المرشح اللي كتشوفوا أنه غادي يكون قريب لكم طيلة ال5 سنوات، والناس اللي بطبيعة الحال كتشوفوها أنها ما غاديش تخدم فقط داخلا لأجل مصلحة ما، فحاولوا أنكم تصوتوا العكس ديالها. وكيبقى لكل مغربي ومغربية الحرية في التصويت بطبيعة الحال على من شاء وعلى أي حزب. نحن نحترم في قناة شوف تيفي، نحترم جميع الأحزاب ونحترم جميع بطبيعة الحال الاختيارات ديال المواطنين. فقط اليوم كانت دردشة على هذا حياة متوكل. أن البارح شفت شباب وشابات تفرقوا الوراق، بكيت والله القسم. طبعا الحال العمل ليس عيب أختي حياة، فهنا نساء ورجال هنا في أوروبا يعني كيفرقوا الإعلانات ديال المتاجر بواحد الثمن ديال 40 أورو حتى 300 درهم في النهار، مسألة عادية. فإلى الواحد غادي تخدمي عنده من أجل العمل، فبطبيعة الحال هذا ليس عيب، العيب هو انك تمشي تسرقي، هو انك تمشي ديري شي حوايج اللي خارج القانون وخارج بعض الامور، فما ندخلوش في هذه الامور هذه. فالله يحسن العون، كاين الناس اللي بطبيعه الحال ما كنقولكش الانسان خص يشد الفلوس ولا شي حاجه، بطبيعه الحال هذا الشيء ممنوع قانونيا وممنوع حتى في الشرع ديالنا، بطبيعه الحال ممنوع الانسان يشد الرشوه باش يصوت على شي واحد. لكن كنقول لك العمل، داك السيد اللي غادي يهز السياره وغادي يمشي يهز داك الميكروفون وهز داك الناس، وطبعه الحال راه مكري راه خصو يتخلص. الناس اللي كتصاوب لي ساندويتش للناس وكتعطي لذاك السيد وكتعطي لذاك السيد راه خصو يتخلص. الناس بطبيعه الحال مالين التريتورات ومالين حتى اللي دايرين منصات للناس الانتخابات خصهم يتخلصوا، والناس اللي كيفرقوا الورق ايضا. فانت غادي تجيب الدري عنده 20 عام 25 عام غادي يفرق معاك نهار كامل، غادي تقول له شكرا ولا؟ فاكون على يقين انه غدا ما غاديش يرجع عندك. فبطبيعه الحال هاد الناس كتخلص من اجل انهم يخدموا، انهم فرقوا، انهم دار معاك هذه الحمله هذه ليس من اجل باش يصوت عليك، وانما دار هذه الحمله هذه باش انه يعني يتخلص في ذاك النهار ويمشي يدي الوالده ديالو. هذيك البنت اللي شفتيها انت يا اختي وقلتي لي بكيتي، فعلاش غادي تبكي؟ ربما هذيك البنت هذاك النهار فاش غادي تشد ديك البركه، فديك السيمانه كامله الانتخابات اللي تشد ديك البركه، غادي تمشي ربما تخلص الكران تاع شهرين، ربما تخلص الكران تاع شهر، ربما غادي تشري واحد الدواء اللي كيدير 500 درهم، ربما غادي دير واحد الكومبرا او واحد يعني واحد التقضيه ديال شهر او شهرين، ربما تخلص الضوء، ربما تخلص الماء، ربما غتسافر، ربما حتى هي غادي تمشي للشمال يعني او تمشي للشاون دوز واحد يومين 3 ايام العائله ديالها والعائله ديالها، لان الصيف كامل ما لقاتش باش تمشي. فما نبقاوش الاخوان نشوفوا هذه الامور هذه، فهذه هي سنه الحياه. الناس محتاجين في المملكه المغربيه كتكون هذه الفرصه هذه، بحال الفرصه نتاع الصيف، الناس اللي كتمشي للبحر كتبيع البيني كتبيع كذا فكذا، فالناس كتستنى داك الصيف يجي مكرهوش الناس
يبقى الصيف حتى شهر 12، ما كرهوش الناس يبقى الصيف حتى شهر 12 باش انه يخدموا الى غير ذلك. فمور داك شهر 12، مور داك شهر 9 نتاع الصيف كيسالي، فهداك مول البيني وداك مول الاتاي وداك مول الحلوى وداك مول الشوايه الى غير ذلك، فربما كيمشي لواحد العمل اخر وكيستنى حتى يجي الصيف باش انه يتمعش شويه. ف بطبيعه الحال كما كنقول هو راه كاينه ظروف، يعني كل واحد الظروف ديالو الاخوان، والانسان طبعا الحل الفقر، اخيب حاجه هي الفقر، لكن الحمد لله كاع يعني الحاجه اللي كتجي من عند الله سبحانه وتعالى يعني كنرحبوا بها، كنرحبوا بها. وكنتمنى كنتمنى كنتمنى من الشباب، الشباب المغربي انه بطبيعه الحال يبحث يبحث وما يعياش ويواصل المسيره ديالو، دراسه تكوين الى غير ذلك. عرفنا بلا الشغل بطبيعه الحال صعيب في المملكه المغربيه انك تلاقي شغل، لكن الانسان مادام انه يتنفس ومادام انه الدماء تسري في العروق ومادام الاكسجين كيطلع مثلا، والحمد لله كنقدروا اننا نفيقوا بدون الم، كنفيقوا بدون حريق بدون شي حاجه، فالحمد لله هذا هو الاهم. والانسان يقلب حتى يلقى البديل. فمتتبعي قناه شوف تيفي، كنتمنى انني ما نكونش طولت عليكم في هذا البث المباشر، لانه بث مباشر طبعا الحال كنا خصصناه للجاليه المغربيه، مجموعه من التعاليق هنا الجاليه المغربيه اللي رافضين انهم يصوتوا، مجموعه من الناس اللي باغيين يصوتوا من الجاليه، مجموعه من الناس اللي ما كرهوش انهم يكونوا في المغرب باش يصوتوا. فكل واحد والظروف ديالو اللي كيعيشها حاليا. غدا المغاربه مطالبين بالتصويت، طبعا الحال اخي مخسر، طبعا الحال المغاربه يوم غد مطالبين انهم يمشيوا يديو ديك الشهاده ديالهم امام الله وامام صناديق طبعا الحال ديال الاقتراع، اللي بطبيعه الحال كتشوفوه مناسب ضعوا عليه علامه، اللي ما كتشوفوهش مناسب داكشي ديالكم طبعا الحال. فالتعاليق ديالكم كامله كانت في المستوى، الحضور ديالكم كامل كان رائع وكان راقي، خاصه الاخوان ديال الجاليه المغربيه والاخوان ديال المملكه المغربيه اللي حاضرين معنا بالتعاليق ديالهم الرائعه والجميله. ما بقى لي غير نقول لكم تصبحوا على خير، وغدا ان شاء الله سنلتقي بكم في واحد البث مباشر باش نشوفوا الحصيله ديال النتائج، ونشوفكم واش راضيين على النتائج، نشوفوا التوقعات ديالكم، ونشوفوا مجموعه من الامور. كان معكم دائما السي محمد مقراش مراسل قناه شوف تيفي هنا من جنوب اسبانيا، فعلى امل اللقاء بكم يوم الغد ان شاء الله. الارقام ديالنا هنا ديال قناه شوف تيفي غادي نحطوها لكم طبعه الحال، هو رقم مغربي، وحاولوا انكم طبعه الحال تواصلوا معايا الناس اللي ساكنين في الجنوب هنايا في اسبانيا بالخصوص، اي قضيه نقدروا نطرقوا لها. فعلى الرقم التالي 06 61 81 24 16. ما بقى غير نقول لكم تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.